بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معانا. ان شاء الله النهارده معادنا مع حلقه جديده من كورس الجافا. ان شاء الله النهارده هنكمل اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات. احنا كنا اتكلمنا عن الاسكانر كلاس وخدنا عليها مثال واحد ازاي نستقبل اسم المستخدم ونعرضه. النهارده ان شاء الله هنكمل اللي احنا قلناه، هنستقبل بقيه البيانات بتاعه المستخدم ونعرضها. تعالى كده افتح النت بينز واعمل بروجكت جديد. تمام، زي ما احنا شايفين كده الكود دوت. الكود دوت بيعمل ايه؟ باول حاجه احنا بنعرض اسم البرنامج اللي هو يوزر انفو بروجرام، وبعد كده بنبدا نسال المستخدم على بياناته ونستقبلها، وبعد كده نعرضها له مره واحده ملخصه. تمام، اللي احنا كاتبينه هنا دوت اسمه تو دو كومنت دوت عباره عن ايه؟ حاجه بس تفكرني علشان ما انساش الحاجه اللي انا عايز اكتبها ايه في الكود. يعني انا مثلا عايز اعمل البرنامج ده على شويه خطوات. اول حاجه مثلا يعرض اسم البرنامج، وبعد كده يعرض يسال المستخدم عن اسمه، وبعد كده يدخل اسمه، وبعد كده يساله عن عمره، وبعد كده يدخل عمره، وهكذا. فانا بكتب الكلام ده على شكل تو دوكمنت اللي هو ده، على شكل خطوات كده، بعمل سلاش سلاش وبعد كده اكتب كلمه تو دو كابيتال. تمام، بيبدا البرنامج يلخص لي الحاجات ديت في خطوات، وتظهر في النافذه بتاعه الايه الاكشن ايتمز اللي هي دي. تمام، بيظهر هنا في الاكشن ايتمز بيظهر لي الخطوات كلها ايه اللي انا المفروض اعملها. عشان لو انا مثلا جيت نسيت خطوه والبرنامج كبير، مش محتاج ان انا الف على البرنامج كله واشوف الحاجه اللي انا نسيتها فين. هروح على التو دو ليست ديت واروح نختار ايه مثلا الحاجه اللي انا نسيتها. والله انا نسيت اساله على العمر بتاعه، على الهايت بتاعه، اروح اعمل عليها دبل كليك، يروح جايبني على السطر بتاعها اشوف انا سالته ولا لا، وهكذا. تمام، فاذا هي عباره عن ايه، حاجة بتفكر نوتة بس بكتب فيها، ويبدأ يعرضها لي ويصنفها لي بالشكل ده كده، ويبدأ انتقل منها ايه، انتقل منها وليها بسهولة. تمام، طيب بتعرضها منين قايمة نافذة الاكشن ايتمز؟ بتروح على الويندو، قايمة ويندو. تمام، اهيت تروح على قايمة ويندو. تمام، وبتختار اكشن ايتمز او تدوس كنترول وستة. تختار اكشن ايتمز او تدوس ايه كنترول و6، يروح اعرض لك نفس الايه نفس الويندو تاني. تمام، بعد كده تعالى بقى نشرح البرنامج نفسه. اول حاجه هسال الراجل عن اسمه، هقول له انتر يور نيم، وهستخدم الداله برنت مش برنت لاين زي ما بينا في الدرس اللي فات علشان ما ينزلش سطر بعد ما يكتب الكلمه. وبعد كده هعرف سكانر اسمه اس مثلا، واذا احنا قلنا بنعمل له امبورت الاول زي ما احنا شايفين هنا كده في السطر اللي فوق، امبورت جافا دوت يوتيل دوت سكانر. تمام، وبعد كده ببدا ان انا ايه استخدمه، اعرف فاريبل نيم يستقبل في الايه النيكست لاين، استقبل كده الايه الاسم ده. كل ده كده مفهوش جديد، كل ده في الدرس اللي فات. طيب الجديد بقى عندنا ان احنا عايزين نستقبل السن. طيب انا عشان استقبل السن اروح برضو اعرض للراجل رساله وهقول له انتر يور ايج، انتر يور ايج، فهيجي يروح مدخل الايه العمر بتاعه. طب انا هستقبل العمر ده في ايه؟ احنا استقبلنا الاسم في النوع التايب بتاعه ايه، سترينج. ليه سترينج؟ لان هو مجموعه من السلاسل الحرفيه، مجموعه من السلاسل الحرفيه، مجموعه من الحروف، يعني سلسله حرفيه، اذا ما ينفعش يتمثل في اي حاجه الا الايه الا السترينج. طيب العمر بتاع الراجل ده مش سلسله حرفيه، لا ده هو هيدخل رقم 25 26 30 وهكذا، فاذا ده رقم. تمام، فاذا انا هخش بقى هسيب عيله السترنجات والكاركترز والكلام ده، وهخش في الايه في عيلة الأرقام. عيلة الأرقام عندنا فيها شوية أنواع كتير قوي، عندنا الشورت والإنتجر واللونج والشورت والإنتجر واللونج والفلوت والدبل. تمام، طيب أنا هستقبل العمر في أنهي واحد؟ أنا هفترض إن الراجل هيدخل عمره بأرقام صحيحة. أرقام صحيحة يعني إيه؟ يعني مفيهاش علامة عشرية، يعني 20 25 30، مفيش 30 ونص، مفيش 25 ونص، 25 وستة من عشرة طبعا مفيش الكلام. فإذا إحنا هنفترض إن هو هيدخل عمره إيه عدد صحيح. تمام، تسهيلا يعني. فاذا انا في الحاله ديت محتاج اخزن السن اللي داخل في متغير من النوع ايه، من النوع انتجر. فهروح داخل هنا كده انت ايج بيساوي ايه، يعني انتجر ايج، يعني الايج ده هيكون من النوع الانتجر الصحيح. هقول له اس اللي هو الاسكانر دوت نيكست انتجر. نيكست انتجر زي النيكست لاين بالظبط، اللي بتعمل ايه، بتاخد الرقم اللي داخل وتخزنه في المتغير اللي هو ايج. النيكست لاين كانت بتاخد السطر اللي داخل وتخزنه في الفاريبل اللي هو ايه
اللي هو ايه، فاذا هما نفس الفكره بالظبط، بس الفرق ان واحده بتخزن انتجر وواحده بتخزن سترينج. طيب هل انا هينفع استخدم نفس السكانر بتاع السترينج عشان ادخل بو انتجر؟ مفيش اي مشكله. ليه بقى؟ لان السكانر دوت حاجه عامه، حاجه عامه يعني ايه؟ يعني ممكن تستخدمه وتدخل بو كل انواع البيانات، زي بالظبط كده السكانر الحقيقي، الجهاز السكانر اللي هو اللي بيسحب الصور يدخلها على الكمبيوتر. ممكن تسحب بو صور، ممكن تسحب بو ورق، ممكن تسحب بو اي حاجه تانية. لو حطيت ايدك عليها يسحب صوره، مفيش اي مشكله. ليه؟ لان هو سكانر، تمام، مش هتفرق معاه ايه اللي محطوط. فبرضه السكانر هنا، السكانر كلاس هنا بابليك شويه، عامه شويه يعني جنرال شويه، تمام. تقدر تسحب بها سترينج، تقدر تسحب بها انتجر، تقدر تسحب بها فلوت، دبل، شورت، بايت، اي حاجه، تمام. يبقى اذا هنا هنستخدم نفس السكانر كلاس ومفيش اي مشكله فيها، تمام. طيب هقول له اس دوت نيكست ايه انتجر، هيدخل الايه الانتجر اللي جاي بعد كده ويخزنه في الفاريبل اللي اسمه ايدج. بعد كده اروح اساله على الايه، على الهايت بتاعه، طوله يعني. هقول له انتر يور هايت، بس الهايت ده مش هيبقى انتجر. ليه؟ لان مفيش حد هيكتب مثلا طوله بالظبط، تمام. ممكن يبقى مثلا 180.5، 186.5، وهكذا، تمام. فاذا هنا هيبقى ايه، هيبقى من النوع دبل او فلوت، هي مفيش اي مشكله، تمام. بس لو هكتب، لو ده هيبقى فلوت، هيبقى فلوت هايت بيساوي اس دوت نيكست فلوت، لكن انا عامله هنا دبل، فهيبقى دبل هايت اس دوت نيكست دبل، تمام. وبعد كده هساله على الويت، الويت والدبل، والويت والهايت نفس الحكايه، يا اما دبل يا اما فلوت اللي انت هتختاره، تمام. وبعد كده رحت انا قايل له كده حته في الهوا كده اس دوت نيكست لاين من غير ما اربطها في فاريبل، اقول لكم ليه دلوقتي، تمام. وبعد كده رحت اساله على التليفون نمبر بتاعه او رقم التليفون، وبعد كده استقبلت رقم التليفون في متغير من النوع سترينج. طب ليه ما استقبلتش رقم التليفون في متغير من النوع انتجر؟ لسببين اتنين. اول حاجه، لان رقم التليفون دوت ممكن يكون بالشكل ده كده، تمام، يبقى 02 مثلا شرطه، تمام، 2 50 3 9 4 5 اي حاجه، تمام. طيب يبقى اذا دخل فيه كاركتر. طب ليه ما يبقاش كله من النوع كاركتر؟ لان الكاركتر بيبقى حرف واحد بس، خانه واحده بس. اما دوت ليه كام خانه؟ كتير قوي، 12 خانه ولا 10 خانات دول، تمام. يبقى اذا دوت ما ينفعش كاركتر، لان الكاركتر خانه واحده. طيب يبقى اذا ادام دخل هنا في حرف في وسط مجموعه الارقام ديت، يبقى تحولت لنوع سترينج على طول، مبقتش ايه، مبقتش انتجر، ومبقتش كاركتر طبعا، زادت عن حرف واحد او خانه واحده، تمام. يبقى اذا هنا ما ينفعش يتحط دوت الا في النوع ايه، سترينج. طيب حاجه تانية، حد يجي، حد فقيه كده يقول لي ايه، هنشيل الناقص ديت كده، يبقى يكتب الرقم كله على بعضه كده. طيب هقول له ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ لان الكلام ده لو اتخزن هيتخزن في متغير من النوع مثلا لونج، تمام. لونج يعني انتجر بس عدد خانات كبير شويه. فاذا هو لما يتخزن هنا في فاريبل من النوع لونج، ايه اللي هيحصل؟ الزيرو ده هيتشال. ليه هيتشال؟ لانه على الشمال، والصفر على الشمال بيحفظ الخان، فلما تيجي تعرض الفاريبل مش هيعرض الصفر اللي على الشمال ده، فاذا هيعرض قيمه ثانيه غير اللي انت ايه، غير اللي انت عملته. خلي دوت مثلا زي الهوم ورك بتاعك النهارده، انك انت ايه، تعمل التليفون نمبر دوت لونج وتشوف اللي هيحصل، تمام، وتدخل في اوله صفر مثلا اللي هو مفتاح المحافظه مثلا او كده، تمام. فانا هنا هستقبل التليفون نمبر في فاريبل من النوع ايه، من النوع لونج. طيب تعالى كده نشوف هنعرض الكلام ده ازاي. كده انا استقبلت تليفون نمبر خلاص، هقول له اول حاجه اعرض سطر بس كده فيه شويه شرط بحيث انه زي المسطره يعني. وبعد كده هقول له يوزر نيم كذا، والايدج كذا، والهايت كذا، وبعد كده لو عدها كذا سنتيمتر مثلا، والويت كذا كيلو جرام، والتليفون نمبر، وبعد كده شد ايه، شد مسطره، تمام. بعد كده حاجه اشغل البرنامج ده، هدوس شيفت واف 6 او اف 6 اشغل البروجكت كله. حاجه يقول لي انتر يور نيم، هقول له مثلا عماد، انتر يور ايدج، انتر يور هايت 170 مثلا تقريبا ونص، انتر يور ويت، بلاش موضوع الويت ده، ممكن نكتبه مثلا حاجه كيوت كده 80 مثلا ولا حاجه، تمام. انتر يور تليفون نمبر، اقول له 02 داش مش عارف كام كده، خلاص. راح اعرض لي بياناتي بالشكل المتسطر ده كده، ايه، يوزر نيم كذا، ايدج كذا، هايت كذا، ويت كذا، تليفون كذا، تمام. طيب كده عرض لي بياناتي. في حته بس هنقول عليها عشان ما نبقاش ايه، نسينا حاجه. الكلمه دي انا كاتبها ليه، تمام. تعالى كده نشيلها الاول عشان ما اقعدش اشرح لك نظري كتير، تعالى نشيلها ونشوف اللي هيحصل. تعالى انا كده شلتها وعملت لها كومنت، وكده هاجي اشغل البرنامج، هقول له مثلا ايمان
الايدج 25 مثلا، 100 اي حاجه ماشي. الويت ايه ده بقى؟ طب ما استقبلش التليفون نمبر ليه؟ ما استقبلش التليفون نمبر ليه؟ طيب ديت حاجه زي البج كده، هقول لك يعني ايه بج دلوقتي في الكود بتاع الاسكانر كلاس. البج اولا معناها ايه؟ البج ديت حشره اسمها حشره البقاء او حاجه زي كده، ده المعنى بتاعها الحقيقي. اسمها البج ديت هي عباره عن حشره، تمام؟ البج في الكود هي عباره عن شائبه برمجيه زي ما بترجم بالعربي يعني. معناها ان في مشكله فنيه قوي في الكود بتمنع الكود ده انه يشتغل صح، تمام؟ يعني ايه بتمنعه انه يشتغل صح؟ يعني انت تبقى كاتب الكود صح، تمام؟ صح سينتاكس يعني كلمات مظبوطه، الكومبايلر ما اعترضش عليها، بس بيأدي وظيفه غير اللي انت طلبتها، تمام؟ غير اللي انت ايه طلبتها. يعني انا دلوقتي طالب ان انا استقبل التليفون نمبر، انا كتبت كود صح، الكومبايلر اشتغل وما قاليش حاجه، بس ما استقبلش التليفون نمبر. يبقى اذا ديت حاجه اسمها ايه؟ بج يعني خطأ او شائبه برمجيه، بتظهر في وقت التنفيذ بعد ما البرنامج يكون اشتغل، وديت كارثه يعني، لانها ممكن تبوظ البرنامج كله. دلوقتي هو ما استقبلش رقم التليفون مني، ومش هقدر اكتب رقم تليفون الا ما اصلح البج اللي في الكود دي. تمام؟ حتى هنا هو عرض لي رقم التليفون فاضي لانه ما استقبلوش، او استقبله فاضي، هقول لك ازاي دلوقتي. تمام؟ فاذا احنا نتفق على ان البج هي شائبه او خطأ في الكود لازم تصلحه. طبعا الاكواد هتلاقيها فيها باجز كتير، اللي هتكتبها ممكن ما تكونش انت عامل حسابها. تمام؟ احنا مثلا الكود اللي احنا كاتبينه ده مليان باجز، تمام؟ تعال نشوف ليه. هقول لك انا مثلا تعال كده نشغله اوريك، بس ان هو مليان باجز واحنا بس بنعديها، علشان احنا لسه ايه بنقول هادي، وبعد كده نبدا نعمل امان شويه على البرنامج ده. البرنامج ده مثلا بيقول لي اسال إيه؟ دخل اسمك، هقول له عماد مثلا. دخل ايه سنك مثلا، هقول له احمد. المفروض ان انا ادخل له سني، رحت كاتب له ايه كلمه، شوف اللي حصل. قال لي ايه؟ قال لي اكسبشن ان ثريد مين جافا دوت، راح صوت ولطم على وشه وقال لي البرنامج باظ وقفل وما كملش اصلا ايه، ما سالنيش على باقي الديتيلز وما طبعش حاجه، باظ خالص البرنامج. ليه؟ لان انا دخلت له سترينج وهو كان متوقع انتظار. فديت بج برضه في الكود. المهم بقى مش ان البج ديت موجوده، البج اللي احنا عملناها ديت دلوقتي افتعلناها ديت احنا ايه هنتغاضى عنها دلوقتي لحد ما نيجي نعرف نصلحها ازاي. لكن البج اللي ظهرت لنا ديت هي اللي مشكله، اللي هي ايه؟ اللي هي التانية، اللي هي ما سالنيش على التليفون نمبر. طيب ما سالنيش على التليفون نمبر ليه؟ تعالى كده نمشي مع خطوه خطوه. انتر يور ايدج، انتر يور هايت، انتر يور ويت، راح ايه كاتب انتر يور ايه يور تليفون نمبر، تمام؟ بعد كده راح كاتب المسافات على طول وما طبعش حاجه، تمام؟ اذا ايه اللي حصل كده؟ اللي حصل يا سيدي انك انت لما كتبت الويت هنا كده ودوست انتر، انت لما كتبت الويت ودوست انتر ايه اللي حصل؟ استقبل ال هو النكست دبل ده بيقرا الرقم بس، تمام؟ النكست دبل ده بيقرا رقم، ما بيقراش كاركتر، ما بيقراش الباك سلاش ان او الريترن لاين اللي هي الانتر يعني، تمام؟ فاذا هو قرا الرقم اللي هو مثلا 80 كيلو جرام اللي انا دخلته، وبعد كده الايه فضلت الباك سلاش ان. فجيت هنا طبعا ديت كومنت دلوقتي هو مش شايفها دلوقتي، تمام؟ يعني هو هنا لحد كده قرا كام؟ قرا 80 كيلو جرام، ماشي؟ يبقى اذا حط في الويت 80، فضل عنده في السكانر فضل عنده حرف ايه انتر. راح جاي هنا كده بعد ما كتب ايه انتر يور تليفون نمبر، جاي يستقبل النكست لاين، لقى فاضل عنده من المره اللي فاتت ايه انتر، فراح مستقبله في التليفون نمبر، تمام؟ يبقى اذا هو في الحاله ديت استقبل التليفون نمبر على انه ايه، على انه علامه انتر، تمام؟ عشان هنا، عشان كده لما جه هنا طبع تليفون وقف، راح طبع ايه، طبع باك سلاش ان او انتر، وراح نكمل على السطر اللي بعده وطبع بقيه الايه الاوتبوت اللي هو ده. يعني في هنا هو قرا التليفون نمبر انتر، تمام؟ فاذا علشان نتفادى الحكايه ديت بج في المكتبه اللي هي سكانر كلاس، تمام؟ هي طبعا يعني كلاس قويه، بس هي في البج الصغيره دي، تمام؟ فاحنا بنروح عاملين ايه، عاملين نستقبل لاين كده في الهواء، تمام؟
بحيث ان هو يستوعب الباك سلاش ان او الانتر اللي فاضله من من الادخال الاخير. والكلام ده بيحصل بس لما تكون انت مستقبل رقم، وبعدين بعده ايه، وبعدين بعده نيكست لاين، يعني استقبلت دبل وعايز بعده نيكست لاين، فبتروح حاطط ايه اس دوت نيكست لاين في الهواء كده، بحيث انها تستقبل الباك سلاش ان او الانتر اللي فاضل من المره اللي فاتت. تمام، وتروح ايه حاطاه في اي فاريبل وهمي عندها كده ولا حاجه، بعد كده تبدا تستقبل على النظافه اللي هي الايه التليفون نمبر كده. البرنامج لو شغلناه بسرعه هيشتغل مفيش اي مشكله. ماشي، قال لي انتر التليفون نمبر اهو، راح كاتب التليفون نمبر عادي سترنج، مفيش اي مشكله فيه. تمام كده، بيكون درسنا النهارده خلص. يا رب يكون الدرس عجبكم. ان شاء الله ميعادنا مع دروس ثانيه المره الجايه ان شاء الله. يا ريت تسالونا لو في عندكم اي استفسار، على تسالونا على اليوتيوب او تسالونا على موقع وقف اونلاين. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب، ويا ريت تشيروا الدرس لو عجبكم. وان شاء الله نتقابل في دروس جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.